بغية النظر في حالة الانغلاق، بغية النظر في حالة الانغلاق السياسي الحاد الذي يمر بها الوطن وما قد يستتبعها من مخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. وكيف يمكن أن تلتقي الجهود الوطنية المخلصة لتجنيب الوطن من مخاطر الفوضى والتحارب والانقسام؟ وقد اتفق الحاضرون في هذا الإطار على بناء جسم جامع للقوى الوطنية الليبية تحت مسمى التنسيقية الوطنية، يعمل على تجميع كافة القوى الوطنية حول المشتركات الوطنية والتنسيق في مواقفها وأعمالها وبناء مساحة كبرى من التوافقات بهدف إخراج البلاد من أزماتها الراهنة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والسعي لبناء دولة ليبيا الموحدة، دولة المؤسسات المبنية على الديمقراطية والشفافية والمصالحة والعدالة، وتطهير المجتمع من الأحقاد والكراهية وإعلاء قيم الصفح والتسامح. وتنفيذاً لما تقدم ذكره، فقد اتفق السيدات والسادة المجتمعون على أن تعمل التنسيقية الوطنية على تحقيق الأهداف التالية: 1. الإسهام للخروج بليبيا من أزمتها المتمثلة في الانغلاق السياسي والتهديد بالانهيار الاقتصادي أو نشوب الحروب الأهلية، وذلك بإيجاد حلول سلمية توافقية بعيدة عن الحروب والنزاعات. 2. تحقيق المصالحة الشاملة المبنية على العدل واستيفاء الحقوق بين كافة الفرقاء الليبيين من كل التوجهات والأطياف، وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلها، وجبر الضرر وفق قواعد الدين الإسلامي المبنية على العدل والحق دون إفراط أو تفريط. 3. توحيد جهود النخب الليبية، الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، وجهاء ونشطاء، مستقلين، تكنوقراط إلى آخره، من أجل بناء دولة ليبيا موحدة وعلى أسس المواطنة والديمقراطية والشفافية. 4. دعم عقد انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة وفق أسس تشريعية وقانونية توافقية صحيحة، والعمل على إنجاحها والقبول بنتائجها، والدفع نحو إقرار دستور دائم ومتوازن. 5. السعي لحل كافة الصراعات والخلافات العسكرية والسياسية والفكرية من خلال النقاش والحوار والوقوف ضد كافة أشكال العنف والنزاع المسلح، من خلال تفعيل دور المؤسسات التنفيذية والقضائية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء القبائل، ودعم التلاحم الاجتماعي بين كافة الليبيين على اختلاف أصولهم وأعراقهم ومرجعياتهم الفكرية وانتمائهم الاجتماعي. 6. العمل على حماية السيادة الليبية من التدخلات الخارجية والحفاظ على استقلالية قرارات الدولة واختيارات الشعب الليبي. 7. إقامة العدل في توظيف الثروات وإيصال الحقوق إلى أهلها، وجبر الضرر وتعويض المتضررين والمهجرين جراء النزاعات والحروب من كافة أطياف الشعب الليبي. 8. محاربة الفساد عموماً وبالأخص داخل مؤسسات الدولة قبل غيرها، وإصلاحها وفقاً لمبادئ وقيم العدل والحق وعدم التهاون في ذلك. 9. إرساء نظام إدارة محلية يواكب متطلبات المرحلة من شأنه أن يقدم الخدمات لكافة الليبيين في مدنهم ومناطقهم وقراهم، للقضاء على المركزية والبيروقراطية المقيتة. 10.
تقوية ودعم مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي لها دور فعال في تحقيق أهدافنا الوطنية، ودعم دور الشباب والمرأة في صناعة السلم وبناء الدولة وتحقيق الاستقرار. وإذ تعلن التنسيقية الوطنية وهي تؤسس لنفسها عن أهدافها هذه، فإنها تدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى ضم جهودها الوطنية إلى جهود التنسيقية، وإيماناً منا جميعاً بأنه متى ركزت الأعمال الوطنية وجمعت في مشروع وطني واحد قائم على التوافقات، فإن ذلك من شأنه أن يقصر في عمر الأزمة السياسية ويتجه بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق الدولة المنشودة. انتهى البيان. المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية صدر في طرابلس في 29 من شهر نوفمبر 2021 ميلادي. الله يسلم علينا وعليكم بالخير.